لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ يوم الغدير لم يذكر، الله كان بمقدوره أن يذكر يوم الغدير ويصرح باسم علي عليه الصلاة والسلام خليفة وإماما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لكن الله في القرآن الكريم لم يصرح بالاسم، لماذا؟ خب ليش ما ذكر؟ اسمع عني رحمة الله عليك. ليش؟ أنت تسأل من؟ تسأل من؟ تسأل الحاكم المطلق، تسأل العليم المطلق، تسأل القادر المطلق. هو قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، لماذا تسأل؟ ليش؟ هي مو تكليفك، هذا خروج. ومن اللطيف أنه ورد اسم علي أمير المؤمنين في كتاب الله عز وجل بمقدار ما ورد به التصريح في كتاب الله باسم رسول الله محمد. ورد اسم أمير المؤمنين علي في كتاب الله 4 مرات، وقد ورد 4 مرات في كتاب الله اسم محمد. لماذا لم يصرح باسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ فإذا كان اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يذكر في القرآن الكريم بالصراحة، كان هذا يعتبر دافعا لتحريف القرآن الكريم. الأطراف الأخرى كانت تتحمل أن يذكر اسم أمير المؤمنين في القرآن ولا تذكر أسماؤهم؟ أصلا ما كانوا يريدون أن يبقى لأهل البيت الذكر، ما كانوا يتحملون اسم رسول الله، فكيف باسم أمير المؤمنين؟ كانوا لا يذكرون في صلواتهم الواجبة اسم رسول الله، مع أنها من الواجبات باتفاق كل المسلمين. يقبلون اسم أمير المؤمنين في القرآن؟ قطعا كانوا يحرفون القرآن الكريم، يحذفون اسم أمير المؤمنين ويضيفون اسماءهم. إنك أين اسم إمام أمير المؤمنين عليه السلام في القرآن؟ جاء أكثر من الاسم في القرآن الكريم، لا عقل لك أيها الجاهل. وبعد إذا تريد الاسم أعطيك الاسم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة مريم، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إنك تسألني عن اسم أمير المؤمنين عليه السلام المنصوص بالإمامة في القرآن، فأقول لكم إن القرآن ينص على اسمه ويجعل له مقاما فوق مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسألة على هذا المستوى من الأهمية، لماذا لم تذكر أسماء الأئمة في القرآن الكريم؟ في الواقع لم تذكر أسماء الأئمة في القرآن الكريم لسببين أساسيين. السبب الأول أن ذكر الأسماء لا ينفع كثير. إذن الأمر الأول أن ذكر الاسم في القرآن الكريم ما كان يحقق الغرض المطلوب. الأمر الثاني أنه كان يلزم منه بتعبير العلماء نقض الغرض، لأنه يعرض القرآن للخطر. لماذا؟ لأنه نحن ذكرنا في البحث السابق أن هناك كانت جهات تريد أن تقصي الأئمة ودور الأئمة وإمامة الأئمة عن الأمة، فلم يكن لها طريق إلا أن تتلاعب ماذا؟ أن تتلاعب بالقرآن الكريم حتى تستطيع أن تقصي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن هذا الدور. ومن هنا نجد بأن القرآن الكريم لم يذكر هذه الأسماء حفظا للقرآن الكريم ولوحدة القرآن الكريم، وإلا كان عند ذلك يوجد قرآنان في الأمة،
قرآن لا توجد فيه الأسماء وقرآن توجد فيه ماذا؟ الأسماء، ويقع الاختلاف ولا تبقى هناك أي عاصم يحفظ ماذا؟ وحدة المسلمين. ومن هنا لم تذكر الأسماء. وورد أكثر من مرة هذا السؤال عن الآيات التي جاءت في الكتاب الكريم ذكرت اسم علي صلوات الله وسلامه عليه. أنا تحدثت عن هذا الموضوع في أحد المجالس، في أحد مجالس حسينية الإمام المهدي في لندن صلوات الله وسلامه عليه، والمجلس موجود أيضا على موقع القناة. لكن إجابة لهذا السؤال المتكرر، الآيات التي بحسب روايات أهل البيت ذكرت اسم علي صلوات الله وسلامه عليه، الآية 41 من سورة الحجر، الآية 41 من سورة الحجر، قال هذا صراط علي مستقيم. هذه القراءة الموجودة في المصحف، لكن بحسب قراءة أهل البيت وروايات عديدة في هذا المعنى، قال هذا صراط علي مستقيم. خنيش الله رأسا ما ذكر اسم علي بن أبي طالب، قال قل إنما وليكم الله ورسوله علي بن أبي طالب. ليش طولها؟ الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. كان المنافقون تلاعبوا، غيروا شرح مثل بعض الكلمات، كانوا غيروا وبدلوا، والله قايل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يريد هذا الكتاب يكون سالما من تلاعب المحافظين المنافقين، ولذلك ما خلى اسم وبصينا. الآن هو يقن ناس اللي يعني فكرهم قاصر يقولون أخو إحنا نعتقد بعلم إمام علي بن أبي طالب، ليش الله بالصراحة ما ذكر اسمه؟ جواب هذا جوابي الإمام الصادق يقول، والسيد عبد الحسين وكل علمائنا يقول عاقل، كل من عند دراسة وتحقيق عند دراسة وتحقيق يدري أن الله لو كان يذكر اسم علي صراحة كان لعبه بالآية، كان لعبه بالآية. لكن أنا أقول اسم صريح لعلي، لما إبراهيم طلب من الله عز وجل في الأمة الآخرة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والله يقول عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا في الآخرين، الأمة الآخرة، من هو لسان الصدق في الأمة الآخرة؟ عليا. عليا هنا علم لا يصح أن تكون صفة، اللسان في اللغة العربية لا يوصف بالعلي، هنا علي لا يصح باعتقادي أن تكون إلا علما. واتبعوا الموضوع، النبي الله يقول لهم وليكم هذا الله ورسوله والذين آمنوا، من هم هؤلاء؟ هذا الشخص الذي زكى وهو راكع. الله ما يستطيع أن يقول علي يكفر هؤلاء، يكفروا بالقرآن أبدا. نحن نلتزم بروايات أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وقراءتهم للقرآن الحكيم، فنقول اسم علي موجود صراحة، قال هذا صراط علي مستقيم، اسم علي، هذا اسم علي. الآن أنتم تقرؤونها على القراءة الرائجة، قراءة حفص عن عاصم قال هذا صراط علي مستقيم. يعني يقول واحد، بعض الناس كان يقول في فضائيهم الفضائيات، ليش الله ما قطع علينا الخلاف وذكرنا اسم علي؟ عين ولام ويا، صعب على الله يقول ليش ما يذكر علي حتى يقطع علينا الخلاف؟ بمعنى آخر يعني كل أمر صريح في القرآن ومنصوص عليه في القرآن فهو واضح لا خلاف فيه. هذه مغالطة أيضا. كيف هذه المغالطة؟ هل ذكر النص صريح في القرآن يرفع الاختلاف؟ أقول لا ما يرفع الاختلاف. من يقول يرفع الاختلاف؟ يعني حتى لو ذكر اسم علي في القرآن يرفع الخلاف؟ لا ما يرفع الخلاف. كانوا قالوا علي آخر بأي شكل من الأشكال، نعم، بأي تأويلات، بأي ظن من الظنون، بأي كيفية، إذا ذكر اسم علي في القرآن لا يرفع الخلاف. ہمارے اسلام میں تو کیا بلکہ دوسرے ادیان میں بھی علی کی تعریف کی گئی ہے، دوسرے ادیان میں بھی علی کا نام آیا ہے، دوسرے ادیان میں بھی علی کی تعریف کی گئی ہے، علی وہ شخص
someone asks you, why is the name of Amir al-Mu'mineen, why are the names of your imams not mentioned in the Quran? Of course, the reply to this answer is a few replies. The first is that Allah subhanahu wa ta'ala, out of his wisdom and infinite knowledge, did not mention many details in the Quran. There are many details that we practice in our daily life, in our religion, that are not mentioned in the Quran. جب مولا علی جنگ خیبر میں آئے ایک مرتبہ یہودیوں کو للکارا اے یہودیوں مجھے پہچانو انا ایلیا فی التورات یا انا ایلیا فی الانجیل میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے أكو أناس يسمون نفسهم شيعة أساتذة إبليس في الكذب، أستاذ يعني الشيطان يحتاج إلى كذبة. أكاذيب على الأحياء، أكاذيب على الأموات، على الرجال، على النساء، كل كتلة من الأكاذيب، ديانة ملأة بالأكاذيب، ملأة بالأكاذيب، ينتصرون بالأكاذيب، بالتهريج، بالبهلوانيات، بالعنتريات، بالبكائيات. Ha 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 ha!